مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو كومب؟ ما هي ميزات كومب؟ ما هو كومب؟ هو بروتوكول تجميع لمشتقات دفي، تم تطويره استنادا إلى سلسلة كوتشين العامة والتي تتضمن منصة تجميع لبروتوكولات مختلفة مثل تعدين السيولة وإصدار أصول اصطناعية وكالات تعدين الجانبي وآلات أوراكل. ما هي ميزات كومب؟ يعمل مشروع كومبو على توفير طبقة سفلية من تطوير دفي، والذي يمكن أصول مالية تقليدية بما في ذلك المناقصات القانونية والسلع السائبة والأسهم من سلسلة الأصول بسلاسة من خلال تقنية البلوكشين. لا يتقاضى كومبو أي رسوم من المستخدمين. كومبو لا مركزية تماما وخالية من الدخول، بغرض تسهيل مشاركة جميع المستخدمين وتوفير قناة حلول تستفيد من أصول مالية تقليدية واستراتيجيات المعاملات الأكثر تنوعا وتعقيدا. تتمثل مهمة كومبو في جعل نظام بيئي أقوى. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.